السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم قائمة المنتخب الوطني الجزائري الرسمية والمعنية بمباراتي الطوغو، لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إذن أعلن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش وهذا عن القائمة الرسمية التي ستواجه منتخب الطوغو لحساب الجولة الثالثة والرابعة من تصفية كأس أمم إفريقيا 2025. وعرفت القائمة استدعاء العديد من اللاعبين لأول مرة، كما تواصل استبعاد كل من ياسين إبراهيمي ويوسف بليلي والعديد من اللاعبين. الآن لنعرض عليكم القائمة. في حراسة المرمى بنبوت وحلفية وجندوز. أما فيما يخص الدفاع نجد كل من رضواني وفيرسي وأيت نوري وجوان حجام وأحمد طوبة مداني وتوغاي وبن سبعيني وموندي. أما فيما يخص وسط الميدان نجد كل من رامي الزروقي وجندوزي وهشام بوداوي وآدم زرقان. أما فيما يخص الهجوم مازا جديد قائمة الخضر محمد أمين عمورة وحسام عوار بالإضافة إلى بن رحمة وابو عناني ومحرز وحاج موسى وبنزية وقويري وأخيرا بغداد بنجاح. وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.